السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. دي طبعا زي ما انتم عارفين ده الجزء الثاني من الحلقه الخاصه بيونت 1. الجزء الاول خاص بكلمات، والجزء الثاني زي ما اتفقنا هيكون شرح القاعده وعلى السبوره زي ما اتفقنا علشان نكون فاهمين اكتر. ازمنه الماضي، زمن الماضي البسيط، زمن الماضي المستمر. انا هبدا اشرح معاكم واحده واحده كده في زمن منهم سريعا، لان القواعد دي احنا اوريدي عارفينها قبل كده، وبعدين هنقول الكلام المهم اللي ليه علاقه بالسنه دي. اول زمن هنتكلم عنه زمن الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط يعني ببساطه شديده جدا ماضي بسيط، حاجه حصلت في الماضي وانتهى. فهو الماضي البسيط زمن يعبر عن حدث تم في الماضي وانتهى، وبيتكون من التصريف الثاني للفعل. اكيد طبعا انتوا عارفين ان الماضي يعني التصريف الثاني، والتصريف الثاني ده لان كل فعل ثلاث تصريفات، تصريف اول وثاني وثالث، منها المنتظم وغير المنتظم. طبعا كلام قديم بس لازم نكون عارفينه. فالتصريف الثاني اللي هو باضافه اي دي، او لو فعل اخره اي بنضيف له دي، او لو فعل اخره واي وقبله ساكن بنحول الواي الى اي دي. كل الكلام ده احنا اوريدي المفروض ان احنا حافظينه. وبالمناسبه لو في حد فيكم مش عارف الكلام ده تفصيلا، انا حاطط بعض الكورسات الخفيفه كده للمبتدئين على القناه، لو حابين تبصوا عليها وتشوفوها، موجود فيها زمن الماضي البسيط من ضمن الحاجات اللي مشروحه في الكورس. فبالتالي زمن الماضي البسيط يعبر عن حاجه حصلت في الماضي وانتهت، وبيتكون من التصريف الثاني للفعل. التصريف الثاني للفعل قلنا ان هو ممكن يكون فعل اخره اي دي، زي المثال اللي انا كاتبه قدامك، هي بلايد فوتبول، هو لعب كره القدم. لو عايز انفي زمن الماضي عايز اقول هو ما لعبش، وانفي الماضي ده بستخدم didn't، وبعد didn't بكتب المصدر الفعل بدون اضافه. ما تنساش الموضوع ده، انا عارف الموضوع سهل عليك، بس ما تنساش ان didn't ياتي بعدها المصدر وهو الفعل بدون اضافه. هي didn't play، هو لم يلعب. ولو عايز اسال اقول هل هو لعب، هستخدم did في اول الكلام عشان احنا في زمن الماضي البسيط، يبقى كل ما تيجي تستخدم سؤال في الماضي بتستخدم did في اول الكلام. did he play، هل لعب؟ وطبعا في وجود did بحط الفعل في المصدر، هو الفعل بدون اضافه. او لو عايز اسال سؤال باداه استفهام، بستخدم اداه استفهام في الاول وبعدين بستخدم did ثم الفعل والمصدر. what did he play، ماذا لعب؟ ده الشرح المبسط جدا للماضي البسيط. لسه هندخل في التفاصيل المهمه بتاعت السنه دي، بس انا بحابب الاول اقول لك على الشرح عامة، على الزمن عموما. ندخل في الزمن التاني وهو زمن الماضي المستمر. زمن الماضي المستمر اللي هو بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي واستمرت وقت حدوثها. يعني انا بتكلم عن حاجة مثلا حصلت امبارح واخدت وقت ساعة ما حصلت، استمرت وقت ما حصلت، فبستخدم زمن الماضي المستمر. هو عبارة عن was او were، على حسب. was بيجي مع المفرد و I، were بيجي مع الجمع، وبعدين الفعل زاد ing. was aware زائد الفعل زائد ing. زي مثلا المثال اللي انا كاتبه قدامك، he was reading، هو كان يقرا. ولو عايز انفي الماضي المستمر بستخدم مع was aware بستخدم not، فيبقى he wasn't reading، لم يكن يقرا. ولو عايز اعمل سؤال ببدا ب was في اول الكلام، aware طبعا، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل زائد ing. was he reading، هل كان يقرا. ولو حابب اعمل سؤال باداه استفهام بستخدم اداه الاستفهام في الاول، was aware بعدها، ثم الفاعل والفعل زائد ing. What was he reading؟ ماذا كان يقرأ؟ أداة استفهام، was aware، فاعل، والفعل ing. ده كمان شرح مبسط للماضي المستمر، لسه التفاصيل. وخلي بالك أنا هاخد زمن منهم بعدين لما أشرح تفاصيله وهكتبه لوحده علشان نكبر الخط ويبقى أكثر وضوحا. نبدأ في ملاحظات زمن الماضي البسيط. أول حاجة نتكلم فيها عن الماضي البسيط، إمتى بستخدمه؟ طبعا الماضي البسيط من اسمه كده حاجة حصلت في الماضي، فهو يعبر عن حدث تم في الماضي وانتهى، حاجة حصلت في الماضي وخلصت. زي المثال اللي أنا كاتبه قدامك ده، هي فيزيتد أسوان، هو زار أسوان، حاجة حصلت في الماضي وخلصت. ممكن أستخدم الماضي البسيط مع أحداث تم اتباعا دون فاصل. الحتة دي مهمة ومن الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات، يعتبر أول حاجة من النهاردة تكون مهمة وأسئلة امتحان. موضع امتحان يا جماعة، حاجة حصلت تباعا، حاجتين مع بعض، حدثين تم تباعا دون فاصل بينهما. خد بالك من النقطه دي كويس. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ممكن استخدم when، وعلى فكره ممكن بدلا من when استخدم as soon as، وممكن after. اوكي، بتقول when عندما، وبعدين when I arrived عندما انا وصلت، I found the door closed، انا وجدت ان الباب مقفول. هنا الحدثين ماضي بسيط، الاثنين ماضي، خلي بالك مفيش فاصل زمني ما بينهم. انا وصلت لقيت الباب مقفول، فبالتالي مفيش فاصل زمني. انا وصلت هنا لقيت الباب مقفول هنا، ما قعدتش مثلا وصلت وقعدت نص ساعة قدام الباب عشان اخد بالي انه مقفول، لا، ده في نفس اللحظة اللي انا وصلت فيها شفت ان الباب مقفول، فبالتالي الحدثين تموا تباعا. خلاص، اللي هو مثلا يقول لك luckily، لحسن الحظ
when I arrived at the station the train left. الاثنين حصلوا في وقت واحد، ماضي بسيط ماضي بسيط، عندما وصلت المحطة القطار رحل. فلما يكون الحدثين مفيش فاصل زمني ما بينهم، مع when، مع after، مع as soon as، بتستخدم ماضي بسيط ماضي بسيط. علشان كده هنا قلنا when I arrived I found the door closed. كمان ممكن تستخدمها امتى؟ لما يبقى عندك كلمة first و then. first اولا he arrived، في الاول وصل، then ثم he knocked on the door وبعدين خبط على الباب. الحدثين حصلوا تباعا دون فاصل زمني ما بينهم، حتى مع first و then بتيجي احيانا في الامتحان، يبقى الاثنين ماضي بسيط لان مفيش فاصل زمني ما بينهم. ممكن استخدم الماضي البسيط للتعبير عن العادات في الماضي. العادات في الماضي يعني الحاجات اللي انا كنت متعود اعملها، عشان كده بتيجي مع كلمه always دائما. ما تستغربش لما تشوف كلمات المضارع البسيط بتيجي مع الماضي، لان كلمات المضارع البسيط تعبر عن عادات في المضارع، وكمان الماضي البسيط يعبر عن العادات اللي كنت بعملها زمان في الماضي. فانا ممكن استخدم always يعني دائما للتعبير عن عاده حصلت في الماضي البسيط. فبقول مثلا he always got up early، هو كان دايما في الماضي بيصحى متاخر، بيصحى بدري. فبالتالي ممكن استخدم always او usually، كلمات المضارع ممكن استخدمها مع الماضي لما اكون بتكلم عن العادات اللي كنت متعود اعملها في الماضي. طيب في حاجه كمان اللي هي استخدام used to، يعني اعتاد ان يفعل شيئا في الماضي ولكنه لا يفعله الان. دلوقتي ما يعملش كده. used to بيجي بعدها طبعا المصدر ومعناها اعتاد ان يفعل شيئا في الماضي، اعتاد، زي مثلا he used to study hard، اعتاد ان يذاكر بجد، كان متعود يعمل كده، كان متعود يذاكر بجد. لو عايز انفي used to بستخدم didn't use to، خد بالك use مش used، didn't use to لم يعتاد على حاجه في الماضي، ما كانش متعود يعمل كده في الماضي. didn't use to لم يعتاد، زي مثلا he didn't use to play، لم يعتاد ان يلعب، ما كانش متعود يلعب. ممكن استخدم was aware مع used to، ودي برضو بيبقى معناها اعتاد في الماضي، بس خد بالك لما يبقى فيه was aware بيبقى فيه ing، موضوع مهم جدا. طالما فيه was aware and used to بيجي بعدها ing، صحيح ان معنى هو ان دي معناها اعتاد في الماضي ودي كمان اعتاد في الماضي، بس هنا used to بيجي بعدها المصدر، لكن هنا was aware used to بيجي بعدها الفعل ing. ممكن بقى احط قبل used to اما واذا وار، وبعدين used to، بس في الحاله دي بيبقى معناها متعود دلوقتي في المضارع، معتاد الان، ويجي بعدها الفعل زائد ing. ممكن استخدم no longer بمعنى لم يعد، وبيجي بعدها مضارع مش ماضي، بيبقى معناها لم يعد، بطل يعمل ده، يعني كان بيعمل كده زمان، يعني كان معتاد، بدلا من used to كان معتاد ان يعمل ده بس دلوقتي ما بيعملهوش. فممكن استخدم no longer، بس في الحاله دي لازم استخدم مضارع بسيط، زي he no longer، هو لم يعد plays، ما بقيش يلعب، ده بيساوي he used to play، اعتاد زمان انه يلعب، لكن دلوقتي he no longer لم يعد يلعب، خلاص ما بيلعبش. خد بالك no longer مضارع بسيط. طيب ممكن استخدم any longer، بس في الحاله دي بيبقى فيه مضارع بسيط منفي قبلها، ومعها مضارع بسيط منفي قبلها، بدلا برضه من used to، معناها برضه ما بقيش يعمل ده، خلاص بطل يعمل كده، كان متعود زمان. فتلاقي مثلا جمله بتقول he doesn't play، هو لا يلعب any longer، خلاص ما بيلعبش تاني، خلاص بطل حكايه اللعب. يبقى هنا بستخدم مضارع بسيط منفي مع any longer. ما ينفعش استخدم used to مع عدد المرات، طالما كتب لي عدد مرات حاجه ما ينفعش استخدم used to. في الحاله دي استخدم ماضي بسيط بس، يعني ما ينفعش اكتب مثلا he used to play 3 times، لا لا لا، طالما كتب عدد مرات يبقى used to بره. يبقى انا بستخدم في الحاله دي ماضي بسيط عادي، هنا لا استخدم used to مع عدد المرات، ولكن بستخدم ماضي بسيط، زي مثلا he went to school 4 times last week، راح المدرسه 4 مرات الاسبوع اللي فات. طالما بتكلم عن عدد المرات يبقى هستخدم ماضي على طول، وما بستخدمش used to ابدا مع عدد المرات. ممكن استخدم زمن ماضي بسيط مع كلمه فور، اللي انت عارف ان هي بتاعت المضارع التام، بس ممكن تيجي مع فور لما تكون بتتكلم عن سيره ذاتيه لحد، يعني عايز تحكي مثلا عن حد وتقول ده هو كان بيعمل كذا لمده كذا في الماضي، ينفع ده. فتقول مثلا he lived in Egypt، عاش في مصر for 3 years، لمده 3 سنوات. هنا انا بتكلم عن حد عاش في الماضي مع فور اللي هي اصلا مش بتاعت الماضي، ينفع؟ ينفع استخدم فور للحديث عن سيره ذاتيه بتاعت حد بس في زمن الماضي. زمن الماضي المستمر هو الزمن اللي بيعبر عن حدث كان مستمر في الماضي، يعني حاجه كانت مستمره في وقت معين في الماضي، اخذت وقت طويل. يعني مثلا يستخدم للتعبير عن حدث كان مستمر زي I was reading، انا كنت اقرا، معناها ان انا استمريت شويه، اخذت فتره طويله في القرايه في الماضي. كمان ممكن نستخدم الماضي المستمر للتعبير عن حدث كان مستمر فجاء حدث اخر وقطعه. يعني ايه؟ يعني انا كنت بلعب وقعت، انا كنت بذاكر النور طفى، ف
فبالتالي ده اسمه ايه؟ حدث كان مستمر وفجأة بيجي حدث تاني يقطعه. في الحالة دي بيبقى فيه زمانين، ماضي مستمر اللي هو الحدث اللي كان مستمر، ماضي بسيط اللي هو الحدث اللي قطعه. في الحالة دي بستخدم while يعني بينما، أو as يعني بينما، أو just as يعني بينما، ممكن as أو just as، أو حتى when يعني عندما، وبيجي بعدها ماضي مستمر ثم ماضي بسيط. خد بالك في حد هيقول لأ أنا عارف إن when بيجي بعدها بسيط ثم مستمر. هقول لك اللي بيحكم في الموضوع ده مين فيهم اللي كان مستمر، الحدث ده ولا ده. يعني ممكن ينفع بعد when أكتب ماضي مستمر، أه ينفع بعد when يجي ماضي مستمر ثم ماضي بسيط، أو العكس ماضي بسيط ثم ماضي مستمر. اللي بيحكم لي في الموضوع ده مين كان مستمر ومين قطعه. يعني ممكن أقول when I was playing عندما كنت بلعب I fell، أو when I fell I was playing. ده صح وده صح، مفيش غلط في الاثنين والاثنين مظبوط. المهم بنكتب while أو as أو just as أو when ثم ماضي بسيط ثم ماضي مستمر سوري ثم ماضي بسيط. مثال while أو when أو as he was playing بينما هو كان يلعب، he fell وقع على الأرض. بستخدم كمان الماضي المستمر للتعبير عن حدثين الاثنين كانوا مستمرين مع بعض، حدثان استمر في الماضي الاثنين كانوا مستمرين في وقت في نفس الوقت. فبستخدم في الحالة دي while ثم ماضي مستمر ثم ماضي مستمر، أو as ثم ماضي مستمر ثم ماضي مستمر. يعني ممكن استخدم while أو as. فبكتب while I was reading بينما أنا كنت أقرأ، في نفس الوقت علي was playing، علي كان بيلعب. هنا في حدثين مستمرين، أنا كنت بعمل حاجة وعلي كان بيعمل حاجة تانية. هنا ممكن ملاحظة مهمة جدا على الماضي المستمر، إن أنا ممكن لما يبقى عندي while ومفيش بعدها فاعل، while بدون فاعل، الكلام ده بينطبق على while و after و before اللي هنقولهم بعد شوية، لما يبقى فيش فاعل بيجي الفعل زي ing على طول. while reading بينما أقرأ أو أثناء القراءة، the light went out النور طفى، هنا أنا بستخدم while مفيش فاعل الفعل زي ing على طول. أما during ما بيجيش بعدها الفعل زي ing، بيجي بعدها اسم، during بيجي بعدها اسم، ودي بتساوي while اللي بيجي بعدها الماضي المستمر. during the match أثناء المباراة I fell asleep أنا نمت. فبالتالي during بيجي بعدها اسم، while لو مفيش فاعل، ودي مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، طول ما مفيش فاعل بعد while بتكتب الفعل زاد ing مباشرة، مش بتكتب ماضي مستمر زي ما اتعودنا. بالشكل ده تكون انتهت حلقة النهاردة الخاصة بالقواعد، أو الجزء ده الخاص بالقواعد في حلقة الوحدة الأولى. أتمنى تكونوا فهمتوا القاعدة كويس. ما تنساش تشترك في القناة، نشوفكم الحلقة الجاية، إلى اللقاء.